اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي، برنامج سياسه تير. الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم لسه عن الكورونا وبدايه تراجع الكورونا الى حد ما الحمد لله على مستوى العالم وعلى مستوى مصر تحديدا. الحمد لله العمليه يعني بشكل جازم وقاطع، ونقدر نقول حتى بشهادات دول العالم ومن الواقع اللي شفناه كانت تحت السيطره. احنا بنتكلم في 100 مليون نسمه بيتحركوا على ارض الوطن، 30 منهم تقريبا بيتحركوا يوميا في القاهرة العاصمة. فالحمد لله بدأت مع عمليات التطعيم، مع الإجراءات الاحترازية اللي اتخذت، وهكذا بدأ يحصل لها شكل من أشكال التراجع بنسبة كبيرة. لكن مع وجود الصيف وظهور الصيف في مشكلة تانية بتتوجد من الطبيعة ومن البيئة، وهي التلوث البيئي. وده حدث بيبقى نقدر نشبهه بالكورونا بالظبط، نفس حمل الامراض والاوبئه والميكروبات والتاثير على درجه الحراره والتداعيات والى اخره. فحدث مستمر مع رسامينه والفنانين الكاريكاتير في توصيفه وشرحه. ضيفنا في حلقه نظر الفنان رسام الكاريكاتير الاستاذ هاني عبد الجواد، هيكلمنا عنه. اهلا بحضرتك استاذ هاني. اهلا بحضرتك. اللي كنا بنتكلم عن ان دلوقتي مثلا نفترض عندنا ثلاث او اربع احداث مستمره مزمنه قدام الرسام الكاريكاتير، هو بينتقي الحدث اللي عنده الافكار او زخم الافكار ليه، ولا بيحاول زي ما نقول ايه نعمل كنوع مهنه واحترافيه انه لازم يخلق لكل حدث فكره ويفضل يستمر في الانتاج للاحداث المتلازمه والمتزامنه والممتده دي؟ هو طبعا الفنان الكاريكاتير لازم يكون مسابق المشاهد العادي، يعني لازم يكون اسرع واحد بيعرف الخبر، اسرع واحد مجمع مثلا احداث كتيره جدا، قاري في اتجاهات مختلفه عشان يقدر يوصل ويبسط فكره سريعه وتوصل بشكل سريع للمشاهد. فبيبقى عنده برضو بعض الادوات اللي بتساعده، يعني مثلا عنده مثلا حاجات بيطلع يعني عليها مع البيئه، مع التلوث البيئي يعني وهكذا. يعني او دي بالنسبه للاحداث، لكن هو لازم يكون عنده ادوات تانية. يعني ايه ادوات تانية؟ يعني مثلا يطلع على رسومات فنانين كتير جدا جدا جدا، وهو بيتفرج عليها بيشحن، يعني بيشحن بطاقه، الشحنه دي بتخليه يطلع فكره جديده من فكره ما موجوده. انت عندكم الاقتباس يعني؟ هو في فنانين طبعا بتتقبس، بس هو الصح عشان الفنان يعمل اسمه ويبقى مشهور ويعمل حاجه كويسه للتاريخ، يعني هو ممكن يتشحن من رسومات كتير جدا، دي بتعمل زي تحفيز على الافكار وبتخليه فعلا يطلع فكره من مجموعه ثلاث افكار. في الادب وفي السينما وفي الروايه والكلام ده كله، الفن ده في التمصير. هل في التمصير في فن الكاريكاتير؟ وطبعا كل دوله ليها بالحضاره بتاعتها ليها النكت والحاجات اللي بتنفع معاها. يعني انت ممكن تشوف مثلا رسمه كاريكاتير عن حد اجنبي مثلا تحب تعملها في بشكل مصر، بس تعملها بشكل فكاهي. زي ما تيجي مثلا زي ما تيجي مثلا تشوف مسلسل او فيلم معين، لا بتعمله بشكل طبع مصري بحيث يبقى يتماشى مع الحضاره المصريه. ده حاجه فكاهيه احنا بنمتاز بيها. كويسه برضه هي موجوده، ده تفاعل حر ما بين العالم كله وبعضه يعني، وممكن برضه يكونوا بيعملوا كده بس احنا مش شايفين. في بعض الاحيان ساعات بيبقى الفنان بيتعصر في افكاره، دي بتحصل كتير. فبيبقى في عليه جهد كبير ان هو لازم يقرا ولازم يطلع ولازم يشوف اللي يتماشى مع مصر ويبص على احداث كتيره، ممكن يتابع افلام اجنبيه يطلع منها فكره، افلام مصريه ما هو المصادر متعدده طبعا اكيد يعني. خلينا نبتدي مع اول صوره، ومع التلوث البيئي اللي طبعا في حاله ايضا اجراءات احترازيه عالميه وقوانين وتشريعات وفروض دوليه لمحاوله الحد من التلوث والاتجاه لاساليب وانماط الطاقه المتجدده. الصورة شايفها ازاي حضرتك؟ هنا طبعا الفنان كل ما بيطلع بره الصندوق وبيطلع بخياله لحاجات غير واقعية بتبقى بتأثر بشكل إيجابي مع المشاهد. يعني النهارده الأفلام الأجنبية لما بتعمل حاجات فوق الخيال وفوق الوصف بتحس إن هي بتأثر فيك جامد. هنا الفنان جسد شكل المصنع باللون الأسود، والمصنع ده المدخنتين بتاعته طالعين على الكرة الأرضية، فالاخضر واليابس اتاثروا، فبدل ما كان لونهم اللون المعتاد بتاع الزراعه واللون الاصفر والاخضر، لا ده عايز يقول الارض اللي ساكن عليها الناس اللي هي مبني عليها المصانع اتاثرت وتلوثت وبقت باللون الاسود اللي هو لون الدخان. انا افتكرت هنا كمتلقي ان هي اللون الاسود اثر على الكره الارضيه لو، لكن هي فعلا ماسك الخريطه اللي هي الاماكن السكانيه وباقي البحر اللي فاضل،
يعني كل ما هو عليه حياه انتهى تقريبا يعني. لان المصانع بتبنى على الارض، على الارض بالظبط، فهي تاثر على الارض اكتر. طيب ده خلينا نروح للصوره الثانيه اللي دخلت الكره الارضيه، هذا التلوث اللي ادخل الكره الارضيه في غرفه الانعاش ومحتاجه لعمليه اثاقه بقى ويقظه. طبعا هنا المصادر الطاقه يعني مصر خلاص، يعني سوري مش مصر، العالم كله بقى محتاج هواء نظيف يتنفسه، فبياخده من خلال مصادر اخرى غير المصادر الطبيعيه. يعني هو عاملها في شكل الاكسجين اللي هو خلاص بقى مش الارض مش عارفه تتنفس من كم فدخل اوضه التلوث بتاع الماسك بتاع بالظبط، سواء كان تلوث في الماء او في اليابس او في كل الارض يعني. يعني هو الصوره ناقصه ولا انا بتكلم كمشاهد ده فاهم؟ فالصوره دي ناقصه، كان لازم يبين لي او يوريني الفت نظري الى ان الماسك ده او الانقاذ ده هي الاجراءات اللي متخذه، هي القوانين الدوليه حاجه كده من هذا القبيل يعني. لا هو انت في النهايه يعني مش لازم الهدف اللي كان رسمه الاساسي الفنان يوصل بنفس النسبه الواقع او الواقع للمشاهد. لا يعني انت مثلا شايف الكره الارضيه في حاله نايم على سرير، فده معناه ان هو في حاله ازمه، وكمان في جهاز تنفس، فده معناه ان هي عندها مشكله فمحتاجه هواء نظيف. فخلاص انت تقتطع من الفكره يعني، انت مش بتعرف حته يعني ان نسبه، يعني مش محدد النسبه اللي انت تاخدها من مساحه الواقع يعني. ممكن يفاجئ الفنان بترجمات تانية او تفسيرات تانية من المشاهد ودي بتحصل كتير. طيب خلينا نستاذن حضرتك وهنخرج فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك، خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم مكملين مع ضيفنا الاستاذ هاني عبد الجواد. استاذ هاني هننتقل الى صوره تانية ببساطه بقى، عايزين نتكلم برضه على جو موضوع الارهاب وكيف يصنع الجهل ارهابي. هنا برضه رسمه يعني بصراحه معبره جدا، في حين ان هي برضه ما فيهاش بالونات، ان الارهابي ده كانه لعبه، واللعبة دي بحتاجة بطارية عشان تشغل اللعبة، فالبطارية دي بيبقى بتحط فيها بقى أي حاجة، يعني حط فيها إرهاب، حط فيها أي تشوهات، ممكن تحط هو جاهل يعني بالفطرة، كلنا يعني اتولدنا ما نعرفش، لكن هو بيضيف وبيشحنه بقى هو بالظبط. ممكن مثلا بدل الإرهاب نحط سلام، لكن أنا اختار الإرهاب لأن هو عايز يقول إن الإرهاب يعني حسب اللعبة دي ممكن تشحنها بأي شكل، هتوظف عايزها تبقى سلام، عايزها تبقى إرهاب، عايزها تبقى قتل، عايزها تبقى أي حاجة، فأنت هو بيشحنه. وطبعا البطارية دي بقى تترجمها بحاجات كتيرة جدا، تترجمها بأكل بشرب، تترجمها دي مصادر الطاقة بتاعته، تترجمها إن هي دي البيئة اللي عايش فيها فمتعود عليها فمش حاسس إن هي حاجة غريبة بالنسبة له. لكن هي لها ترجمات متعددة كتيرة جدا بالظبط. تكاد الصورة في التحريك بدأتها بإنها معبره جدا يعني، لها مساحه من التفسيرات، وكمان اختار الوان هاديه جدا فده كمان ريح هيديك العين شويه بالظبط. طيب نروح بقى الارض والملعب الخصب لدعم الارهاب ونشره والتاهيل ليه وهكذا، مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا طبعا بيقول الاب هنا يعني في كارثه احنا كلنا داخلين عليها، اللي هي الموبايل والحاجات السمارت فونز اللي هي تقريبا بقت بتاخده من حياتنا جزء كبير جدا جدا. فهنا الاب كان بيقول لابنه ان انت بتلعبه كتير قوي على الموبايل، في حين ان هو اصلا ماسك الموبايل وبيستخدمه بشكل كتير. فاحنا مش قادرين نفهم ان احنا فعلا احنا بنفسنا بنستخدم الموبايل بشكل مبالغ فيه. للاسف يعني بقت حياتنا كلها تقريبا موجوده على خلاص، وعايزين اولادنا يقللوا من الاستخدام التليفون وهم شايفيننا بالفطره بالعاده، لان هم الاطفال بيقلدوا. فلما اجي اقول لابني انت قلل، فهو بيقلدني فهو بيزود زي ما ماسك المفاتيح والتليفون بالظبط، حاجه الاكل والتليفون ويعني كل احوالك وماسك التليفون. فهنا بيحصل يعني هنا الطفل ما بيصدقش قوي الرساله هنا، يعني زي مثلا اب بيشرب سجاير وبيقول لابنه انت السجاير ما ينفعش تشرب سجاير، هو شايف السجاره فيه مش هيقول لي بالسجاره، هو مش هيصدقه بالظبط، هو بتكلمني عادي صحيح. زي التليفون نفسه تكذيب يعني. لا خلينا نتكلم عن برضه لسه مواقع التواصل الاجتماعي والشائعات والاكاذيب والحقيقه يعني هواة الاعلام اللي بيحاولوا ان هم يتقمصوا الادوار وينقلوا الاخبار عشان يحققوا السبق الاعلامي من خلال مواقع الاعلام، وهنا بتكون شائعه وبتكون تداعياتها ونتائجها كارثيه على الناس الحقيقه اللي ما تعرفش وما بتجتهدش زيهم يعني.
هو مع الاسف مواقع التواصل الاجتماعي على قد ما هي فيها حاجات ايجابيه على قد ما هي فيها حاجات سلبيه كتير. يعني تويتر عليه عدد من تقريبا يعني مليارات من المستخدمين، فلو حد بيروج بشكل ايجابي او بشكل سلبي مع الاسف بتوصل الرساله، بتوصل بتنتشر. يعني كان في مره كان امريكا كانت اتكلمت على حاجه زي كده، ان هو بيأثر كمان على انتخابات ويأثر على اراء الناس في حاجه معينه، ولو حد عايز يستغلها في حاجه يعني شائعات هيقدر يستغلها بسهوله جدا، ان هي بتوصل في زمن اسرع بكتير جدا من الجرايد والصحف والمواقع. يعني وقت النهارده حتى لو عندك موقع الكتروني، لا تويتر في التويتات بتاعته بيوصل بشكل سريع جدا، فالشائعات على العالم ده كمان في عالم الناس اكتر، يعني مساحه اكبر بالظبط، على الناس تترجم بقى ان دي كانت شائعه بتكون خلاص وصلت لعدد مليارات وتاثر بيها وفي تفاعل معاها هو بالفعل. بالظبط. طيب احنا برضه هنتكلم على نفس في نفس الموضوع ونفس الملف، والحقيقه يعني مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير البلدي كده هي بتصطاد اللي بتستهدفه. يعني الصوره بتقول كده او عايزه تقول كده، عامله زي الصناره اللي يعني بتجيب بالطعم بتاعها السمكه الملائمه. يعني هو هنا الفنان جسد ثلاث حاجات مشتركه في نفس الحاجه، يعني الواتساب والفيسبوك والانستجرام، الثلاث حاجات دول ملك الشخص واحد اللي هو مارك بتاع الفيسبوك. بيقول ان الحاجات دي ممكن تعمل يعني اشاعات وتقعد على طول تخلي الانسان يعني زي حائر على طول، وبتدخله في دوامات ان هو على طول زي السناره وزي الطعم وزي يروح هنا ولا هنا ولا هنا خلاص بقى هي اللي بتوجهه. يعني دلوقتي ممكن اخلي السناره او الشائعات دي توجه الانسان ده في اي اتجاه انا محتاجه. صح. فدي مع الاسف بتبقى حاجه مش لطيفه. كمان تغيب عنها كمان الشعور التواصل، يعني مثلا لما حد بيتصل بحد او بيقابله بيبقى فيه تواصل اللي هو الطبيعي للانسان النفسي الشعيري ده الانساني يعني بالظبط. لكن السوشيال ميديا من خلال الكتابه والحاجات البسيطه ممكن تغير مشاعر الجامده دي، خصم بعض او ناس مثلا يحصل يفهموا بشكل غير طبيعي، فهي برضه ليها سلبيات. طبعا ده غير الناس اللي بتستقى اخبارها منها، شوف ايه اللي حصل النهارده ويفتح الفيسبوك ويفتح التويتر وهكذا. طيب بس الناس محتاجه عقل، يعني محتاج الانسان يبقى عنده عقل شويه بحيث يعقل مش اي خبر يشوفه يعني يتأثر بيه، لازم برضه يشغل عقله شويه في الموضوع. لا الموضوع خلاص اعتقد يعني بقى صعب شويه، خلاص الناس فعلا زي يعني بقت بتدين لهذه الوسائل. برضه هي الصوره حتى الجايه برضه بتضيف في هذا الاطار وفي هذا المعنى قد ايه عمليه الانتشار، والانتشار للمفبرك يعني للاسف يعني ما هياش حقيقه ولا واقع. برضه هنشوف الصوره ورسائل الكاريكاتير عبر عنها ازاي او جسدها لنا بأني زاويه. يعني فبركات التويتات بقى دي هنا رمزيه تويتر هي طبعا عشان اسرع حاجه بتوصل لشريحه كبيره جدا من الناس، فهي يعني عايز يقول العصفوره هي بتنقل او بتاكل او بتتغذى على الحبوب، الحبوب دي على حسب ما انت بقى بتوجهها. يعني عايز تنشر حاجه ايجابيه بتبعتها لك، عايز تنشر حاجه سلبيه، هي في الاخر وسيله تواصل ما بين خبر سواء كان حقيقي او زائف وشريحه كبيره جدا من الناس. فعلى حسب ما بتغذيها او بتديها الدخل بتاعها على حسب ما هي بتنقل لك الخبر او الحاجه. فهي ما عايز يقول لك انا يعني عمل حلو او وحش، انا كده كده وسيله نقل، انا ماليش دخل، انتوا اللي بتفبركوا بالظبط. فهي دي بقى مشكله طبعا، مشكله كبيره بس بتنتشر. طيب هروح للصوره برضو، خبر موضوع تاني و بيصور برضو العصافير والتويتات دي على الشجره، والشجره تعبت بقى الحقيقه من كتر الحمل اللي عليها والضغط والفبركات يعني مثلا عندنا في الاخبار مثلا او في الجرايد المعروفه بيبقى في رئيس تحرير بيتاكد من صحه الخبر قبل ما ينشره. ده على مستوى الاعلام. لكن هنا بقى التويتر والحاجات دي لا، يعني هو هنا اي حاجه بتوصل في اي وقت، فده طبعا عيبها. يعني الفنان طبعا كان مجسد من شويه الغراب والتويتر يعني في تضارب ما بينهم، يعني ممكن تبقى الحاجات كلها كذبه مش كلها كل حد صحيحه يعني. بقى ما فبركات ما احنا بنقول. طيب هروح برضه لصوره ثانيه معانا، وازاي بيصور برامج المسابقات والخداع اللي فيها اكسب واربح و و و ومحاولات التضليل الاخرى برضه الاتجار بالمشاعر الانسانيه. هنا بقى تاخد بالك يعني ذكاء الفنان والكادر والزاويه اللي رسم منها، طبعا الزاويه صعبه جدا على رسامين كتير. يعني جايب لك ان هو الفخ المشاهد مع تليفون
وعايز ان هو يعني غني شويه برضو مع فلوس، وما زالك بيدور على ان هو يزود الفلوس بتاعته. فالتلفزيون او من خلال المسابقات مش على ان هو بتخليه يبص على فلوس قليله، في حين ان هي بتاخد من جيبه اكتر بكتير أكتر جدا بكتير من اللي هي خدته منه. صوره يعني السيناريو ماشي بالظبط بالظبط. يعني هو في الاخر هو عمليه تجاره من خلال الضحك على عقول الناس، ان اتصل مش عارف دقيقتين او دقيقه مش عارف بمبلغ قليل. وطبعا هو بيوسعه جدا في الدقائق، فيلاقي ان هو دفع مثلا مبلغ كبير جدا جدا وممكن ما ياخدوش، او ياخد منه لو خد يعني منه 10% يعني. ده لو اخد بالظبط يعني. ده برضه هيجي تربط الصوره الجايه ان احنا كلنا ماشيين ماسكين الهواتف الذكيه والموبايلات، وعلى طول عاملين نتعامل عليها في مختلف البرامج وال يعني الصفات بتاعتها او استخداماتها. هنا الفنان جسد الحاجه اللي هي بتشيل المسمار من الارض، فكانها بتشيل الموبايل من جذوره، والانسان برضه لسه يعني مش قادر يستغنى عن الموبايل. فبصراحه الرسمه لو تاخد بالك بمنتهى يعني البساطه يعني فيها عنف، فيها صوت، فيها سوري حركه، قوه قوه جدا يعني. كان الموبايل هو مسمار وهو جذوره راسخه، والانسان برضه مش عايز خلاص بقى شبه ادمان بقى يعني. اهم حاجه الوقت تقيله شويه استاذ هاني، يمكن هي هذه اللي ادت انطباع كل حركه الالوان الغامقه ممكن لان الضخامه في الرسم يعني تضخيم الجزئيات بتاعت الصوره مكونات هو ممكن يكون ده سبب. وفي برضه سبب تاني، في فنانين ليهم باليتا ثابته يعني، في فنان دايما بيحب اللون البني والالوان الغامقه دي بترجع برضه للفنان. طيب حساسه حضرتك وحساسه الساده المشاهدين، هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. ورجعنا لكم بنتكلم عن لسه برضو الكورونا واللي عملته في العالم. كل حلقه لازم هنتكلم عن الكورونا الى ان تنتهي باذن الله. مع ضيفنا الاستاذ هاني عبد الجواد. استاذ هاني، الصوره اللي جايه خلدون غرابي الحقيقه، واللي عملته الكورونا في اقتصاد العالم طبعا هو ليه اكتر من مظهر واكتر من شكل واكتر من نتيجه سيئه، لكن كل فنان بيختار يعني. فشايفها ازاي الصوره هذا؟ هو طبعا برضو هنا الفنان رسم عصارة البرتقال، وان الفيروس يعني خلص بيعصر الارض بكل خيراتها بقى يعني، سواء كان مواردها، سواء كان الحركه على الانتاجيه بتاعتها، سواء على حاجات كتيره. فكانه عصر قسمها نصين وبدا يعصرها على عصاره البرتقال. فاقتصاديا بقى وارواح ناس كتيره فعايز يقول ان هو تاثيرها يعني عصرها يعني. فبرضه هنا الفنان بيقعد يدور على وسائل يعني فكرة. ادوات الانسان عارفها وفي نفس الوقت تساعده في ان هو تبقى الفكره مبالغ فيها لدرجه ان هي توصل بسرعه وتتعلم مع المشاهد. برضو بنتكلم عن الكورونا، وبس هنتكلم المره دي عن الموجه الثالثه طبعا، والخوف من قوه الموجه الثالثه في حاله ما يتم التخلي عن الاجراءات الاحترازيه او التاخر في تعاطي الفاكسين. فشايفها ازاي حضرتك؟ هنا طبعا هنا في بالونات بتتكلم على الموجه الثالثه وكده، وكمان في حد اللي هو شخص يعني خلاص كانه بقى ايه بيغني وكاتب كمان بالونه فيها اوعى يالا بابا جاي. فيعني على قد ما في موجه ثالثه وقويه، على قد ما في ناس برضو يعني مش مهتمه شويه برضو، حاسين ان طبعا في فكاهه يعني كده في الموضوع، سلبيات اللي يعني بتطعم الامور دايما. احنا شعب دايما بنحب يعني نحط في وقت المصايب حتى نحط برضو ابتسامه كده بحيث برضو من اهم بالظبط هي طرافه. طيب برضو الموجه الثانيه خلي يعني برضو الفنانين مخلين بالهم منها ومهتمين بيها برضو طبعا، لانها الحقيقه لما احنا وصلنا ارقام في الوفيات بالملايين، اصابات بالملايين طبعا برضو، ف نقطة من أول السطر العالم يعني. ف شافت صورة جديدة بشكل جديد للموجة الثانية. طبعا هنا برضو رسمة عظيمة، الكرة الأرضية بتصعد على السلم الطبيعي اللي هو المجرى الطبيعي، إن هي كأنها بتلف في الحركة الطبيعية اليومية، وعامل طبعا حاجز على السلمة قدامها، فهي بتبص لها قدام الموجة الثالثة باين لسه. فهي بتبص لها بشكل، طب أنا هتعامل إزاي بقى مع يعني أنا عديت أول سلمتين اللي هي الأولى والثانية.
الثالثة بالنسبة لي صخرية وصعبة، وكمان واضح ان هي طويلة، فالكرة الارضية على شكل انسان تدرس بيبصلها الموقف، بيبصلها طب انا هتعامل مع الاحجام هنا مع الحجم مؤثرة. ده ازاي، يعني مش مثلا حاجة على قد السلمة، لا ده حاجة كمان عالية قوي، فكأن الارض لسه مش عارف هتعمل ايه في المرحلة اللي جاية يعني. طيب السورة الجاية معانا برضو في اطار الكورونا، واللي ما خدش بقى اللقاح لازم الحقيقة يسارع ويجري علشان ياخد اللقاح عشان يبقى حالة من الوقاية عامة مش خاصة يعني. طبعا هنا حاجة كوميدية جدا، ان هو اللي خد اللقاح بيقدر ان هو يلاقي له كرسي جوه الطيارة، واللي ما خدش اللقاح طبعا هنا متشعبط في الطيارة لان هو ما حدش عايزه ولا حد رافض ان هو يبقى، يعني الناس رافضة ان هو يبقى جنبهم، فخرجوه من الطيارة. فمش مشكلة بقى انت مش هاخد اللقاح، تشعبط بقى جنب السواق كده من بره، بحيث ان انت يعني مالكش مكان جوه الطيارة يعني. لسه بنتكلم برضه عن الكورونا واللي جاي بقى، قبل ما نخرج فاصل بتتكلم عن غالبا بقى هيبقى من شروط الجواز ان ضروري ان اللي يتقدم يخطب او كده لازم يكون واخد اللقاح. الصورة بتقول كده يعني. يعني بدل ما ابو العروسه بيتكلم على الشبكه والشقه لا مش والحاجات دي، بدل بقى، نضيف او يعني الكلام دي. بدا الكلام ان هو ايه يعني، اخذت الطعام. المرتبه الاولانيه بتطعيم، ان هو ده بالظبط. اللي هو معاه شبكه وشقه ومش مطعم هيضر بنته، فممكن يؤدي بحياتها، فهو هنا بقت من الحاجات المهمه جدا يعني. حقيقي ده شرط مهم يعني، وتالي يعني انتوا بتحياتوا بتوصلوا يعني، بتغوصوا قوي في الموضوعات عشان تطلعوا الاثر اللي انتوا عايزين توصلوه. ده احساسي يعني، عمال يتعمق رسام عشان يحط حاجة في صورة في عمق الموضوع، في أساس الموضوع، مش تناول خارجي. ده المجهود بتعتبره ولا الصعوبة بتكون في الرسمة نفسها، إن أنا أرسم بقى الفكرة اللي وصلت لها؟ لا هي الرسمة بتبقى أسهل حاجة في الموضوع، لأن الفكرة هي تبقى أصعب حاجة يعني. هو طبعا لو الفنان يعني بيرسم كويس بيبقى الموضوع كمان أعلى بكتير من التوقعات، لكن هنا الفنان لازم يكون زي ما قلت لك أدواته مطلع على جميع فئات المجتمع، يعني بيكلم الصنايعي، بيكلم الناس الشعبية، بيكلم الناس الأعلى شوية في المستوى، بحيث يقدر يجمع أكبر قدر من اهتمامات الناس دي عاملة إزاي، فإزاي أحتوي كل ده في صورة؟ وإزاي طب ما كانت الرسمة صعبة، مش الفكرة اللي صعبة. لا الفكره هي اللي بتحرك الرسمه، يعني لو انت بتعرف ترسم بس ما عندكش فكره فانت مش هتعرف تعمل حاجه، ممكن تعمل رسمه ابسط بس يبقى الموضوع او البالونات بتساعدك في ده. تمام. طيب استاذ حضرتك والساده المشاهدين، هنخرج فاصل قصير ونرجع لفقره بورتري، خليكم معانا. ورجعنا لكم، ضفنا الاستاذ هاني عبد الجواد النهارده، عامل بورتريه يعني حبيب القلوب الفنان الراحل الجميل الفنان احمد زكي. حقيقه اولا خلينا نتكلم بعض المعلومات عنه في البدايه. هو الفنان احمد زكي ولد في 18 نوفمبر 1949 و توفي في 27 مارس 2005. هو ممثل ومنتج مصري ومن مدينة زقازيق محافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج سنة 73 بتقدير امتياز. كان أول ظهور ليه، كان لو بعض المشاهدين حضراتكم فاكرين، كان مسرحية حمادة ومها، وكانت سنة 67، ودي كانت أثناء دراسته، لكن هي كانت أول بداية ظهوره الفعلي. لكن كان في مسرحية زي مسرحية هلو شلبي، وكان بيقلد الفنان محمود المليجي، ودي ظهر في فيلم ولدي في عام 72 وأمام الفنان فريد شوقي، وكان أول دور بطولة مطلقة أمام سعاد حسني، كان فيلم شفيقة ومتولي. هل حضرتك استاذ هاني خدت الشكل الحقيقي لاحمد زكي، ولا تاثرت باحد شخصياته اللي قدمها عشان ترسم؟ يعني يا ريت توصل لي ازاي ايه رؤيتك وانت بترسم البورتري ده. في الحقيقه انت لسه قايل من شويه كلمه كويس قوي، ان الفنان احمد زكي بيذاكر الشخصيه قبل ما بيمثلها، فحتى من ضمن الحاجات اللي كان يتكلم فيها ان هو ابنه حتى ما فيش وقت ياخد معاه، فانا اخترت يعني اخترت المشهد او اللقطه اللي هو فيها مركز، او يعني كان يعني كانه عنده رؤيه فبيطلع كده على العمل بشكل بملامحه
كانه بيركز فيه بشكل قوي يعني كانه في نسبه تركيز بيعيش الموقف في بيدخل في الدور بيركز فيه بشكل مش موضوع مشهد عادي لا هو اخترت الكادر او الزاويه اللي هو فيها مركز قوي في الـ في الـ في, الـ في اللقطه يعني هو تقريبا كانت متاخده من عمل هو بيمثل او كده فانا اخترت اللقطه اللي بتمثل ان هو فعلا كان من اكتر الفنانين اللي ما بيمثلش عادي يعني مثلا لما كان عمل شادر السمك من ضمن الكلام اللي كان قاله وراح ذاكر الناس وقعد في شادر السمك فتره طويله كل مره بيحط الكرسي ويقعد يشوف الناس تتصرف ازاي مع بعض اللي لابس جلابيه بيحركها ازاي الـ الناس الشكل طريقه الكلام يعيش شخصيه فعليه في ارض الواقع هو فعلا من هذه الحاجات اللي كانت مميزه جدا وتقريبا كل اعماله ناجحه جدا يعني لكن ايه في ملامحه يا استاذ هاني انت كان بالنسبه لك اكتر نقطه شايف انها هتكون مدخل للرسمه هو طبعا هنا الفنان احمد زكي مميز في كذا حاجه يعني هو طبعا شعره من يعني مفلفل شويه فدي برضو بصمه حواجبه وعينيه لونه طبعا الاسمر دي الحاجات المميزه جدا ليه عنده برضو في عينيه كده نسبة انحراف بسيطة كده فدي برضو مميزة جدا ليه وشه بشكل برضو المصري اللي هو الوش المعتاد لعند ناس كتيرة جدا سواء في الصعيد او سواء في الاقاليم كده الصورة دي تعتبر انتهت اللي نقول كده ايه كم في المية وصلت يعني كده ممكن نقول حوالي من 60-70% الشكل النهائي بقى ازاي بقى الشكل النهائي تعليق حضرتك عليه بقى شايفه ايه انا طبعا الابيض والاسود بالنسبه لي بيبقى بيبرز اكتر الشخصيه هنا باين التركيز بتاعه في اتقان العمل لان هو من الناس المتقنه جدا لاعمالها فحبيت اختار الكادر اللي بيعبر فيه عن اتقانه وتركيزه القوي مش مجرد لقطه عاديه يعني شعره الطبيعي المفلفل لونه الاسمر لبسه البسيط نظرته الجميله جدا يعني فحبيت الزاويه دي جدا للفنان الحقيقه اشوف التوقيع بقى الفورمال حاجه لازم العلامه المميزه في التوقيع الواحد بيحاول يعمل شكل عشان خلاص بقى بيتشاف بيتعرف ان هو دوت ال دي الرسمه بتاعته ليه مش على اخر الصوره يا استاذ هاني والله عشان ادي مساحه يعني مش عايز اضيق على المشاهد ان هو يلاقي يعني عايز يبقى فيه هوا شويه في اللوحه يعني يعني هي دي وجهه نظر يعني كده ممكن احطها فوق بس انا بحب دايما اخلي الرسمه مرتاحه الصوره النهائيه اهي طالعه على الاستاذ الاستاذ مشاهدين استاذ هاني عبد الجواد فنان رسام الكاركتير شرفتنا النهارده بشكر شكر جزيل على اللوحه الجميله دي وعلى التفسيرات الرائعه للكاريكاتير شكرا جدا ليك ولكل اسره البرنامج ولمصر كلها والوطن العربي كله شكرا لحضرتك يا استاذ مشاهدينا الكرام وصلنا نهايه حلقتنا اليوم برنامجكم الاسبوع برنامج سياستير الى اللقاء الاسبوع القادم على خير دمتم في امان الله